الحصار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا في ظل هذه التوترات وأيضا إعلان روسيا بدء الحرب على أوكرانيا، ما هي العملات التي استفادت من هذه الأنباء وما العملات الخاسرة في ظل هذه الأنباء؟ نهاركم سعيد. بالفعل كانت أسواق العملات من الأسواق التي تجاوبت بشدة مع التطورات في التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وانقسمت العملات ما بين مستفيد من الأزمة ومتضرر من الأزمة. أما المتضررين من الأزمة من العملات فقد انقسمت إلى قسمان. الأول هو القسم الذي يرتبط بمعاملات تجارية مباشرة مع روسيا، وعلى رأس هذه العملات اليورو الذي شهد انخفاض مقابل الدولار الأمريكي وعملات عديدة أخرى ليتم تداول اليورو عند دولار و12 سنتا أمريكي مقارنة في دولار و13 سنت. كذلك الجنيه الإسترليني انخفض، والليرة التركية أيضا انخفضت هذا اليوم. فهذه العملات التي كان فيها تأثير مباشر وهذا تابع للعلاقات التجارية المباشرة مع روسيا، فالاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو على وجه الخصوص تتشارك مع روسيا بنسبة 20% من التجارة الخارجية، وهذا ما يفسر الضغط الذي يواجهه اليورو. النوع الآخر من العملات التي تضررت هي العملات التي ترتبط بحالة الثقة في الأسواق المالية مثل الدولار الأسترالي وكذلك الدولار النيوزلندي. فهذه العملات عندما تنخفض أسواق الأسهم تزيد حالة التشاؤم، عندها تنخفض، وهذا ما حصل بالفعل. أما بالنسبة للعملات التي استفادت فهي العملات التي تعتبر أما ملاذا آمنا أو عملات تصفية مراكز مالية، وأذكر هنا على رأس هذه العملات الدولار الأمريكي، الين الياباني والفرنك السويسري، حيث ارتفعت هذه العملات مقابل سلة العملات الأخرى، وهذا في ظل طلب المتداولين بالملاذات الآمنة، والتي شملت أيضا الذهب الذي ارتفع لمستويات هي الأعلى منذ مطلع عام 2021 فوق 1940 دولار للأونصة الواحدة، مما يوضح حالة قلق كبيرة في الأسواق المالية العالمية تابعة المستجدات في التوترات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية. نعم، يعني أستاذ سركيس تحديدا فيما يتعلق بالروبل الروسي لاحظنا يعني وصول إلى مستويات متدنية على الإطلاق مقابل الدولار، هل نتوقع أيضا المزيد من التراجعات لأداء الروبل الروسي؟ هنا استذكر ما حصل عام 2014 عندما فرضت الدول عقوبات على روسيا تسببت في انخفاض في الروبل الروسي أيامها بنحو 97%، حيث انخفض بشكل حاد جدا. وبالفعل هذا الأسبوع انخفض الروبل الروسي بحوالي 12%، أغلبها انخفاض تمركز هذا اليوم بنحو 8%. نلاحظ بأن الروبل الروسي حاليا يتم تسعيره على أساس وضع عقوبات على التبادلات المصرفية ما بين روسيا والدول الغربية، وهذا ما قد يضغط بالفعل على الروبل الروسي. لكن رغم أن الانخفاض متوقع في الروبل الروسي، لكن روسيا يبدو بأنها احتفظت نوعا ما ولديها احتياطيات من النقد الأجنبي أكثر مما كان لديها عام 2014، لكن بشكل عام من المتوقع أن نشهد مزيد من الانخفاض في الروبل الروسي أمام سلة من العملات التي تشمل الدولار الأمريكي. نعم، إذا أستاذ سركيس في ظل هذه المستجدات والمعطيات التي أثرت على الأسواق العالمية إجمالا، يعني هل نتوقع تأثر أيضا بقرارات الفيدرالي الأمريكي المركزي الأوروبي في ظل التوقعات كانت لرفع أسعار الفائدة؟ هل هنالك مستجدات جديدة حول هذه القرارات؟ هل تتأثر هذه القرارات في ظل التوترات السياسية؟ بالفعل سوف تتأثر، لأن عنوان أزمة روسيا وأوكرانيا هو ضعف اقتصادي وارتفاع حاد في التضخم. نحن نرى أسعار النفط وصلت اليوم إلى 103 دولارات للبرميل الواحد من عقود برنت، وهي أعلى مستويات منذ عام 2014. القمح وأيضا العديد من المعادن مثل الألمنيوم سوف ترتفع أسعارها، وسيرافق ذلك أيضا ضعف اقتصادي، فارتفاعات هائلة في التضخم حتى في منطقتنا وفي منطقة الشرق الأوسط قد نشهدها خلال الفترة المقبلة، مما سيجبر العديد من البنوك المركزية لإعادة التفكير في سياساتها النقدية وتشديد أقوى للسياسات النقدية، مما قد يدفع البنوك المركزية للاستعجال في رفع الفائدة، لأنه من المتوقع وبرأيي شخصيا سوف نشهد ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم التي هي بالأصل مرتفعة في أمريكا 7.5%، بريطانيا 5.5%، أوروبا 5.1%، وهذا ما سيجعلها ترفع أسعار الفائدة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.
We'll be right back.